مخاطر كثيرة. ثاني سؤال هو نفس الشيء في البي سي، كيفاش نحميه مزيان؟ واش ندير باسورد قوي وصافي، ولا خاص ندير باس للديسك دير، ولا ندير ليه البصمه حيت عندي فيه البصمه؟ اخر كلام فيما يخص حمايه الحاسوب من الاختراق، الحاسوب من حمايه الحاسوب، هناك الحمايه الفيزيائيه وهناك الحمايه التي يعني نتحدث عنها، هي حمايه من مخاطر الاختراق وما الى ذلك. بالنسبه للحمايه الفيزيائيه، اعتقد يا صديقي اولا يجب عليكم وضع باسورد للقرص الصلب في البيوس على مستوى البيوس. لماذا؟ لانه عندما تضع الباسورد على مستوى البيوس للقرص الصلب، فكن على يقين انه حتى نفترض لو تم نزع هذا القرص الصلب من الحاسوب وتم وضعه في حاسوب اخر، او حاول الشخص ان يستخرج البيانات منه عن طريق مثلا تحويله او ربطه مع جهاز USB او تحويله الى قرص صلب خارجي، فلن يستطيع استرجاع هذه البيانات، والقرص الصلب لن يعمل في حاسوب اخر الا حاسوبك، فهكذا تضمن ان هذا الحاسوب او تضمن ان بياناتك هي محميه بشكل تام. نقطه ثانيه، ما دام ان حاسوبك يا صديقي به ميزه البصمه، فهذا امر محمود، يعني يمكن ان تعتمد على البصمه فقط من اجل تسهيل عليك ولوج الحاسوب. نعم، نقطه اخرى وهي الحمايه من الاختراق. طبعا حال اعتقد هذه النقطه لم تسلط عليها الضوء في سؤالك، هو يعني تبقى مسألة يعني الحماية من الاختراق، أنه لا يجب الاعتماد على الأنتي فيروس بصفة كبيرة. هناك الكثير من يعتقد أنه إذا ثبت أنتي فيروس جيد فهو محمي 100%. الأنتي فيروس يعني يحميك فقط بنسبة ضئيلة جدا، 30% 40%، يعني أما 60% يجب أن تكون مدرك للمخاطر الأمنية التي يمكن أن تحدق بك، سواء كنت تتصفح شبكات التواصل الاجتماعي، سواء كنت تتصفح المواقع، ويجب عليك دائما أن تحاول أن تقرأ بعض الأخبار التقنية لكي تعرف آخر التهديدات الأمنية الموجودة على الساحة حتى لا تكون ضحية بطبيعة الحال.